بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض في سلسلة تركات المونتاج باستخدام كاب كات ديسكتوب. أنا غدا مجاهد، والنهاردة هشرح لكم ترانزيشن من أجمل الترانزيشنز اللي موجودة في المونتاج، وهي الأيزون ترانزيشن. هنتعلم مع بعض إزاي نعمل الترانزيشن ده خطوة خطوة وبأسهل طريقة ممكنة. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هنبتدي نتعلم مع بعض ازاي نعمل الايزوم ترانزيشن. الترانزيشن دوت فيه طرق كتيره ممكن نعمله بيها. انا هشرح لكم في الفيديو ده بطريقه سهله وبسيطه نعمل بيها الترانزيشن، ما تاخدش منكم وقت وتطلع لكم نتيجه احترافيه ان شاء الله. نبتدي مع بعض. انا هنا جايبه فيديو لعين بتفتح، هسحبه معايا على التايم لاين. هبتدي اقص الجزء اللي انا محتاجاه من الفيديو، هشغل كده، اوقف لحد هنا، همسح الجزء الزيادة، هدوس على حرف ال W. أنا عاملاها شورت كات اللي بيمسح الجزء الزيادة، حرف ال W فدوست عليها ومسحت الجزء الزيادة. وأنا واقفة هنا عند آخر الفيديو ودايسة على الفيديو، هدوس هنا على فريز. فريز دي فكرتها إن هي بتعمل لك صورة ثابتة من المكان اللي أنت واقف فيه في الفيديو. فأنا كنت واقفة هنا في الفيديو بالمنظر ده وخدت صورة ثابتة منه. هسحب الصورة اللي أنا خدتها ديت، هحطها في اللاير اللي فوق، وابتدي اشتغل عليها، اعمل كي فريمز علشان نعمل الزوم بتاعها. هاجي كده ادوس عليها وهضيف معايا كي فريم علشان ابتدي اعمل الزوم اللي انا محتاجاه. وهبتدي اسحب معايا المؤشر كده وهعمل كي فريم تاني بالمنظر ده، وهعمل سكيل 2000%، حاجة بالمنظر ده. طبعا انا كبرته على الاخر. هبتدي اسحب الفيديو معايا بحيث ان هو يبقى في وسط الشاشة بالظبط. تعالوا نشوف كده اللي احنا عملناه لحد دلوقتي. عمل الزوم معانا. احنا المفروض واحنا بنعمل الزوم ده يبتدي يظهر لنا المشهد اللي احنا عايزين ننتقله. انا واخدة هنا معايا المشهد بتاع البحر ده اللي انا عايزة اظهره معايا، هسحبه كده معايا واحطه تحت الصورة اللي احنا عاملين لها زوم بالمنظر ده. طبعا احنا بيظهر لنا اللاير اللي فوق. هنبتدي بقى ننقل المشهد اللي بعده ازاي. هدوس كده على صورة العين ومن ماسك، هختار الماسك السيركل، هبتدي اصغره كده شوية، هعكسه هنا عندي من ريفيرس. الرمز اللي فوق دوت اللي هو ريفيرس ده بيعكس لنا الماسك بالمنظر ده. هبتدي اصغره شوية بحيث ان هو يبقى قد حدقة العين كده، صغره كمان شوية. من السهمين دول هبتدي ازود الفيزر اللي هي ممكن برضو نزودها من هنا بالمنظر ده كده. دي بتعمل ايه؟ لو انتوا خدتوا بالكم بتخليها مش بتخلي الماسك مش شارب كده قوي، لا بتخليه في شفافية كده شوية بحيث ان هو يبقى مندمج مع اللي تحته. هبتدي بس اظبطها في النص بالظبط بالمنظر ده. تعالوا نشوف كده بقت عامله ازاي، حاجه زي كده. احنا هنا هنعمل شويه تظبيطات علشان المشهد بس يبقى راكب معانا حلو. لو انتوا لاحظتوا ان هو لما نيجي ننقل بيجيبها لنا على طول، فايه تحسوا ان شكلها كده مش طبيعي. هختار كده المشهد بتاع البحر ومن انيميشن، هختار ال N بتاعته Fade In، وهزود مدته شوية، هعملها مثلا ثانيتين بالمنظر ده بحيث ان المشهد يجيلي بالتدريج. تعالوا نشوف كده، ممكن نقللها شوية نخليها 1.5 نشوف كده النتيجة، حاجة زي كده. تهيألي بقت سلسة أكتر. بس هتيجي هنا في النهاية هتلاقي ان هو بينقلك من هنا لهنا، بتحس بالفرق كده. نظبطها ازاي دي؟ ممكن نعمل هنا نختار الصورة بتاعت العين، ومن انيميشن نختار الاوت ونعمل فيد اوت، برضو نزود مدته شوية ممكن نخليها ثانية. تعالوا نشوف كده النتيجة النهائية مع بعض ونشوف ظبطت معانا ولا لا.
تهيألي كده بقت ايه انسيابية اكتر، والترانزيشن اتعمل بالطريقة المطلوبة. الفيديو النهاردة كان سهل وبسيط، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عندكم اي استفسارات اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.